Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية في سلسلة المراجعة اللي قبل دخول المنهج واللي قلنا بنتكلم فيها عن بعض الأساسيات في الجرامر اللي أنا محتاجة إن شاء الله معايا من أولى إعدادي وهتستمر معايا لغاية ثالثة ثانوي إن شاء الله. اللي ما اتفرجش على الحلقة الأولى والثانية ممكن يتابعنا من الأول إن شاء الله على الروابط اللي فوق دي. اتكلمنا في الحلقة الأولى والثانية عن الفورم أوف سنتنس، يعني تكوين الجملة، وعرفنا يعني إيه سبجكت، عرفنا يعني ايه verb، وعرفنا يعني ايه helping verb، وعرفنا كمان يعني ايه main verb. وطبعا بشكر الناس اللي اتفعلت وحلت معايا السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت، وشكل ما وعدناكم ان احنا هنحل السؤال ده في بداية الحلقة دي ان شاء الله. الجملة الاولى كانت بتقول احمد has been reading for 2 hours، احمد بيقرأ بقاله ساعتين اتنين. قلنا السبجكت بتاعي هنا هو احمد وده noun، قلنا الverb بتاعي هو has been reading، وقلنا ان الفعل هنا مكون من 3 افعال has been and reading. لو شفنا المين فيرب بتاعي قلنا هو اللي بيجي الاخر وده هلاقيه reading، اما has and been دول بقول عليهم helping verbs يعني افعال مساعد. اما الجملة التانية كانت بتقول لي Rana will have studied 3 lessons by 8 o'clock. طبعا الناس هنا برافو عليها، قالوا ان الفاعل بتاعي subject هيكون Rana وده noun، وقالوا ان الفيرب بتاعي هيكون will have studied، وقالوا كمان ان المين فيرب بتاعي هو studied، اما الهيلبينج فيربز بتاعتي فهي will and have. طبعا يا حبايبي لو شفتوا ان انا ما سالتش عن ازمنه ولا قلت لك الجمله دي في زمن ايه ولا دخلنا في موضوع الازمنه خالص، وشكل ما وعدناكم ان النهارده في الحلقه دي ان شاء الله هتكلم عن how to change a sentence into negative، ازاي يحول جملة للنفي باستخدام الفعل المساعد وبدون ما اعرف الجملة دي في زمن ايه. So let's get started. طبعا شكل ما قلنا في الحلقة دي ان انا هعرف how to change a sentence into negative باستخدام الفعل المساعد، وده من غير ما اعرف زمن الجملة او اضطر ان انا اعرف زمن الجملة دي ايه. في البداية لازم تعرف ان انا عشان احول any sentence اي جملة للنفي I must put not after the helping verb. لازم احط not بعد الفعل المساعد، وهنا بتيجي اهمية الافعال المساعدة في النيجيشن النفي. لما احتاج انفي اي جملة لازم احط not بعد الفعل المساعد بتاعي. فاذا لو انا مش حافظ الافعال المساعدة او انا سألتك فين هو الفعل المساعد اللي انا احط وراه كلمة not، هتبدأ تتحير وهتبدأ تقلق ومش هتعرف انا هنفي الجملة دي ازاي. عشان كده قلت لازم احفظ الافعال المساعدة دي شكل اسمي، وقلنا ان الموضوع بسيط لان هم 4 بس: verb to be, verb to do, verb to have and modal verbs. مش صعب علي ابدا ان انا احفظ الاربع افعال دول، انا بقول لكش احفظ افعال الانجليزي كلها. والنهاردة عشان اعرف انفي الجمل الانجليش لازم اقسم الجمل بتاعتي لاربع انواع حسب الفعل المساعد. اول نوع خالص وهو الجمل اللي هلاقي فيها الفعل المساعد بتاعي verb to be and the modal verb، يعني الجمل اللي هلاقي فيها الفعل المساعد بتاعي هو verb to be والافعال الناقصة، ده هيبقى ليه تعامل لوحده في النفي. تاني نوع هي الجمل اللي انا هلاقي فيها verb to do هو اللي جاي ولكن موجود كفعل اساسي. تالت نوع هو الجمل اللي انا هلاقي فيها verb to have وده برضو هيبقى ليه تعامل لوحده. رابع نوع وده النوع الاخير الجمل اللي انا مش هلاقي فيها فعل مساعد خالص. النهاردة ان شاء الله في الحلقة دي هناخد نوعين اتنين فقط. النوع الاولاني هو الجمل اللي انا هلاقي فيها الفعل المساعد بتاعي verb to be او المودل verbs او الافعال الناقصة، والنوع التاني اللي انا هلاقي verb to do هو اللي موجود ولكن موجود كفعل اساسي. تعال نشوف النوع الاول وهو لما هلاقي verb to be هو الفعل المساعد او الاساسي بس على شرط يكون مضارع او ماضي، ولما يكون الافعال الناقصة هي اللي موجودة. قال لي لما اجي انفي النوع ده من الجمل قال لي كل اللي انا هعمله هحط not بعد verb to be او الفعل الناقص. For example، على سبيل المثال when I say I am a doctor، انا دكتور. طبعا لما اجي ابص للجملة دي هلاقي ان الفعل بتاعي هو verb to be، ويا جماعة verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي كل اللي انا بعمله لما اجي انفي بحط وراه not وخلاص. فاذا النفي بتاع الجملة دي هيكون I am not a doctor. I am not a doctor. يبقى كل اللي انا عملته هنا حطيت not بعد
am. Another example, مثال تاني, when I say she is a teacher, هي مدرسة. لما اجي اسألك فين الفعل بتاعي هتقول لي is. احنا قلنا verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي كل اللي انا بعمله بحط وراه not وخلاص ويبقى انا كده نفيت الجملة. فيبقى الجملة دي she is not a teacher. She is not a teacher. She isn't a teacher. She isn't a teacher. المثال التاني لما يجي يقول لي he was watching TV. He was watching TV. طبعا لو سألتك هنا فين الفعل المساعد بتاعي هتقول لي was. واحنا اتفقنا ان verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي شغلته يعني فعل مساعد او فعل اساسي بحط وراه not ويبقى انا كده نفيت الجملة. فاذا نفي الجملة بتاعتي دي هيكون احمد wasn't watching TV. احمد wasn't watching TV. مثال اخر لما اجي اقول لك they are washing the car. They are washing the car يعني هما بيغسلوا السياره. لو سالتك هنا فين الفعل المساعد بتاعي هتقول لي are. وهنا are verb to be وخلاص اتفقنا ان verb to be سواء كان مساعد او سواء كان اساسي كده كده بحط وراه not في النفي. فبالتالي هقول they are not washing the car. They aren't washing the car. وشكل ما قلنا برضو ان الفعل المساعد اللي بحط وراه كده كده not في النفي هو المودال فيرب الفعل الناقص like can could shall should may and might etc. يعني لما يجي يقول لي he will play the game. He will play the game. He will play the game. واجي اقول لك انفي الجملة دي طبعا هروح الاقي الفعل المساعد بتاعي هو will فمن غير ما افكر على طول احط not فبالتالي هتبقى he will not play the game or he won't play the game. مثال اخر when I say you should play in the street. You should play in the street. لما اجي اشوف الجملة دي واقول لك فين الفعل المساعد هتقولي هو should. واحنا اتفقنا ان طالما الفعل المساعد بتاعي من المودال فيربس من الافعال الناقصة لما اجي انفي اي جملة فيها فعل ناقص كل اللي انا بعمله بحط not بعد المودال فيرب بعد الفعل الناقص فبالتالي هتبقى you shouldn't play in the street. You shouldn't play in the street. يبقى إذن أي جملة محتاجا فيها ولاقي فيها verb to be أو فعل ناقص سواء كان في المضارع أو في الماضي كل اللي أنا بعمله بحط not after verb to be or المودال فيرب. ولاحظ هنا ان الجمل اللي احنا اخدناها دي انا ما سألتكش يا ترى هي الجملة دي في زمن ايه عشان انفيها. يبقى انا هنا بعرف ازاي بنفي الجملة باستخدام الفعل المساعد اللي موجود فيه. التايب نمبر 2 النوع التاني اللي معانا النهاردة هو نوع الجمل اللي انا هلاقي verb to do في فعل اساسي او انا هشوف في verb to do. يعني الفعل بتاعي هلاقيه do or does or did. ودي بتسبب لغط كتير جدا عند كتير من الطلبة من اولى اعدادي لغاية تالتة اعدادي حتى ممكن تمثل مشاكل لطلبة الثانوي. فلما يجي يقول لي جملة شكل دي ويقول لي I do my homework at 7 o'clock يعني انا بعمل الواجب بتاعي الساعة 7 ويجي يقول لي انفي الجملة دي. طبعا هنا هنفي بدون ما اعرف الجملة دي في زمن ايه ولا حتى عايز اعرف الجملة دي في زمن ايه. I do my homework at 7 o'clock طبعا لما الناس تيجي تنفي الجملة دي كل اللي بتعمله يقول لي خلاص انا حط ورا do not ويبقى الجملة I don't my homework at 7 o'clock. هقول لك هنا الاجابة خاطئة. ليه؟ verb to do لما يكون جاي كفعل اساسي لما اجي انفيه دايما سيب وراه كلمة do. ودي حاجة بسيطة مش هخش في التفاصيل ولكن هقول لك احفظها كده وبعد كده هنفصلها ان شاء الله. اذا لقيت verb to do جاي كفعل اساسي كل اللي انا بعمله بحط وراه not بس بسيب وراهم التلاتة do. يعني لو شفت do هتبقى don't do. لو شفت does هتبقى doesn't do. لو شفت did هتبقى didn't do. يعني مثال اخر when I say Hala does her homework well. Hala does her homework well. لما اجي اقول لك انفي الجملة دي طبعا الناس بتقول Hala doesn't her homework well. Hala doesn't her homework well. لكن هقول لك خلي بالك verb to do ليه تعامل معين هو ان انا لما انفيه لازم اسيب وراه do والكلام ده اذا كان جاي كفعل اساسي. فبالتالي لازم اقول Hala doesn't do her homework well. Hala doesn't do her homework well. Another example when I say Rami did his homework. رامي عمل الواجب بتاعه. لما اجي اقول لك انفي الجملة دي قلنا برضو الناس هتخطأ وتقول رامي didn't his homework وهنا يبقى حط ورا did not وخلاص. هقول لك لا اذا كانت did فعل اساسي فبالتالي لازم اسيب وراها do لما انفيه فلازم اقول رامي didn't do
his homework. Rami didn't do his homework. وبكده نقدر نلخص الكلام في الحلقة دي في النفي، في ان احنا اذا لقيت verb to be فعل اساسي او مساعد وواجه في الجملة احط وراه not، مش محتاج اي شيء. الافعال الناقصة كده كده ما بتجيش الا افعال مساعدة، فبالتالي بحط وراها not وانا مغمض عيني. اما verb to do اذا كان جاي كفعل اساسي اوعى تنفيه وخلاص، يعني اوعى تقول don't doesn't didn't وخلاص. قال لي لازم اسيب وراهم التلاتة do عشان يبقى النفي بتاعي صحيح. فاذا do هتبقى don't do، و does هتبقى doesn't do، و did هتبقى didn't do. تعالى بقى ناخد واجبنا النهاردة، واللي انت ان شاء الله في الكومنتس هتوريلي هتنفي الجمل دي ازاي. اول جملة he was at home، he was at home. number two they are having lunch، they are having lunch. number three he did well in the exam، he did well in the exam. يلا بسرعة وريني يلا إذا كنت فهمت ولا لا في الكومنتس تحت إزاي هتنفي لي التلات جمل دول. إن شاء الله في الحلقة الجاية نكمل الجزئين التانيين من النفي إن شاء الله، واللي هنتكلم فيه عن الجمل اللي فيها verb to have، وكمان الجمل اللي من غير فعل مساعد خالص. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اوعى تنسى بلغ كل زمايلك عشان ان شاء الله يقدروا يستفيدوا من المنهج ده ويلحقوه من الاول. Goodbye. السلام عليكم.